عاوز تتفرج بجد على مصر، عايزك تعيد الفرجة مرة تانية على قمة المناخ في الجلسات بتاعت النهاردة الصبح والعصر وحتى اللحظات يمكن اللي قبل ما نبدأ برنامجنا على طول وزمايلي كانوا بيغطوها. حاجة دولي، حاجة عالمي، حاجة 10 على 10. بالمناسبة طبعا احنا اتكلمنا في مسألة انه كل ده دعم موجه من الأمم المتحدة، ده دي الفلوس، بس الفلوس ما تعملش حاجة، المخ 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 والمصريين حاجة تانية. انت بتعمل ده بايديك، انت مش جايب ناس اجانب تعمله لك، انت اللي بتعمل ده. طيب خلونا نشوف تقرير لطيف مكثف جدا، هنتابع فيه مجموعة من اللقاءات عملوها زملائي الاعزاء اللي بأشكرهم جدا بالمناسبة على الجهد اللي بيبذلوه مع وفود العالم والشخصيات العامة والدول المشاركة في COP27. شوف التقرير اللطيف ده وفاصل ونكمل الكلام. سيكون هناك لحظة لا عودة، في لحظة ما سيكون الوقت قد تأخر، وأود أن أذكر أن القضيتين الهامتين هي قابلية العيش على الكوكب وبقاء البشرية. فأذكر أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال أن 50% من كوكب الأرض لن يكون صالح للحياة، وفي لحظة ما سيكون قد تأخر الأمر حتى نعالج الأمور. ربما يمكننا تحقيق تقدم في هذا الشأن. فهذا التجمع الكبير في شرم الشيخ هو إشارة إلى الحكومة حول ضرورة التحرك الآن لتغيير الاقتصاد وتغيير نمط حياتنا، وإلا تكون نهايتنا. هناك العديد من المشكلات المتعلقة بآثار التغيرات المناخية وحول الظروف الجوية بشكل عام، فهناك حرائق وهناك موجات من الجفاف والعواصف والأعاصير وارتفاع في درجات الحرارة، فهي الإشكاليات التي نجدها في أماكن أخرى، ولكن بما أن المساحة الجغرافية لدينا شاسعة فنجد هذا، نواجه الكثير من الإشكاليات كما يمكن أن نتخيل المتعلقة بالمناخ. نحن نرى أن مجال النموذج التعاون في أمريكا الشمالية يمكن تنفيذه في مناطق أخرى، فيمكننا معا إيجاد الحلول وتطبيق النماذج التي لدينا في بلدان أخرى في إفريقيا. وكما قلت لكم هناك قرارات سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعارف والقدرات، وهذا أمر ضروري. أعتقد أن إفريقيا اهتمامها الأساسي هو كيف يمكن لأفريقيا أن تحصل على الموارد المطلوبة والدعم المالي لمواجهة الأهداف المناخية. أفريقيا ستتأثر بالتغير المناخي، هناك تغير حدث في أنماط الطقس ومستويات البحار، وهناك الكثير من القضايا التي نحاول أن ندعم من خلالها المبادرات التي يمكن أن تساعد في منع هذه التفاقم وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ووضع أنظمة إنذار مبكر تساهم في تحقيق التنبؤ بالظواهر الجوية الخطيرة. هناك الكثير من المبادرات الثنائية مع دول مثل مصر وغيرها، وهي تركز بصفة خاصة على القضايا المتعلقة بالبيئة والنظام البيئي والصرف الصحي وإمدادات المياه
ولذلك حتى تحقق الصمود ضد التغير المناخي. والهدف أننا نحاول أن نقيم ما فعلنا وما نحاول أن نفعل الكثير مع بالتعاون مع الدول بما فيها مصر. نعم هذا أمر يمكن التفاوض بشأنه. كنا في غلاسكو في العام الماضي في كوب 26 وكنا نتحدث عن أهمية ماليزيا وغيرها من الدول في العالم النامي وكذلك الجهود التي يجب أن تبذلها الدول المتقدمة لكي تنفذ الوعود التي قطعتها على نفسها بناء على اتفاق باريس. إذن الكلمة المفتاحية هنا ما الذي يمكن أن نفعله معا بدلا من أن نقول ما الذي فعل وما الذي لم يفعل. كما تعلمون فأفريقيا بشكل عام والسنغال بشكل خاص تواجه تحديات جامة، فبالطبع سمعتم عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ففي العديد من البلدان الأفريقية هناك خسائر في الأرواح، ففي السنغال الفيضانات أحدثت العديد من الكوارث، فعلى غرار بلدان أخرى، فهي مشكلة قائمة وتسمح أن نرى أن هناك أوجه أخرى لتدهور الأوضاع، فهناك أيضا غير الفيضانات هناك في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصيد وتربية الحيوانات، فهذا يدفع الدول الأفريقية أن تطالب الدول الشمال أن تفي بتعهداتها الخاصة بالتمويلات خلال مؤتمر الأطراف بكوبنهاج، وهذا هو التحدي الذي نجابهه، فلابد من وضع آليات تمويل تأخذ في الاعتبار الأضرار والخسائر ونعمل على التزام التعهدات، أن الدول تلتزم بتعهداتها وكيف نمضي قدما في تعزيز القدرات. فنحن نتحدث عن التخفيف والتكيف وأيضا نقل التكنولوجيا، فهي كلها تحديات يجب أن نسترشد بها خلال قمة المناخ بشرم الشيخ. حان الوقت أن تقوم الدول الأفريقية تتحدث بصوت واحد حتى يتم حل مسألة التمويل وتحديد سعر الكربون أيضا، فنريد أن نتحدث عن كل مسألة على حدة، فأنتم تقولون أن قادة الدول الأفريقية عليها التحدث بصوت واحد، فهذا المؤتمر هو مؤتمر أفريقيا لأن مصر تمثل أفريقيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فماذا تنتظرون من هذا المؤتمر؟ فيما يتعلق بالدول الأفريقية نحن ننتظر أن يتم تنفيذ التعهدات، فالدول الغربية منذ مؤتمر كوبنهاج لا تفي بتعهداتها، فنحن نواصل قطع العهود ولكن على مسائل التي تهمهم. فالوعود المناخية لابد أن تخضع للتقييم. المسألة الثانية لابد أن نعي أن الكربون هو البترول الغد، فلابد أن تستعيد البشرية توازنها، فلا يمكن شراء الكربون بخمسة أو عشر دولارات، ونرى ضرورة وضع سعر مقبول، ونرى أن مسألة التكيف يجب أن يتم التركيز عليها. رسالتنا هي أن الموقف الأفريقي لابد من إسماعه في كل مكان، فالدول الملوثة والدول الصناعية عليها أن تتفهم أن أفريقيا تمثل القارة الأكثر تضرراً والأقل تلويثاً، فنحن نتسبب في أقل من 3% من الانبعاثات العالمية، ولكننا الأكثر ضرراً جراء الغازات الدفيئة.